وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي، عضو مجلس الشورى. نرحب بك في نشرة الثالثة، وبداية نتحدث عن أهمية انعقاد منتدى حوار المنامة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. طبعا مساء الخير في البداية، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، واشكركم على هذه الاستضافة، واسمحوا لي كذلك في البداية أن أوجه تحية إجلال وإكبار إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، راعي المشروع الإصلاحي، والذي تعبر مملكة البحرين بحكمته كل يوم مرحلة جديدة، وتبرهن للعالم أجمع بأنها قادرة على أن تكون راعيا رئيسيا لمؤتمرات ومنتديات دولية على المستوى الدولي، تشكل من خلال قرارات العالم. طبعا البحرين أصبحت لاعب أساسي في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال إطلاق مبادرات، من ضمن هذه المبادرات مؤتمر ومنتدى حوار المنامة. طبعا انتهز هذه الفرصة كذلك كي أشيد بالنتائج المتحققة والنجاح الكبير الذي أنجزت فعاليات المنتدى لهذا العام، والتي أتت تحت عنوان قمة الأمن الإقليمي، والتي تمت برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المؤقت حفظه الله، وشارك فيها أكثر من 450 شخصية سياسية وعسكرية وأمنية وأكاديمية مثلوا أكثر من 40 دولة. بالعودة إلى سؤالك حول أهمية هذا المؤتمر، أعتقد بأن تعدد الشراكات الاستراتيجية اليوم والتحالفات على مستوى العالم وما تشهده المنطقة من نزاعات وتحديات تستوجب المزيد من التحركات الفاعلة من أجل أن نوفر بيئة آمنة وبيئة مزدهرة لصالح دول وشعوب ومستقبل المنطقة. مؤتمر حوار المنامة أخذ هذا الدور، والذي يطلع به طبعا كما نعرف منذ 2004، والذي يتم تنظيمه بالعادة بين وزارة خارجية مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS. المؤتمر طبعا أصبح أولا عنصر أساسي في البنية الأمنية في الشرق الأوسط، من خلال أنه أولا يجمع يعني صناع القرار من وزارة خارجية ودفاع ومستشارين أمن قومي، وقبلهم طبعا قادة الدول والقادة العسكريين وكبار المسؤولين، بالإضافة كذلك أنه يجمع كذلك قادة الأعمال وخبراء الأمن من جميع أنحاء الشرق الأوسط ومن باقي دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وشمال أفريقيا وآسيا وغيرها من دول العالم. كذلك أن المؤتمر يناقش كذلك تحديات أمنية، وأيضا يناقش قضايا لها علاقة بملفات هامة وحساسة. منتدى حوار المنامة أصبح منبر دولي هام وحيوي يعني لتقارب وتكامل يعني الدول، ومناسبة أعتقد بارزة للاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف لمناقشة المواضيع الأكثر إلحاحا على المجال السياسي وفي مجال الدفاع والأمن الخارجي. المؤتمر أيضا شكل أيقونة لمواجهة المخاطر، وذلك من خلال مناقشة القدرات الاستراتيجية على سبيل المثال، ومناقشة كذلك سبل التعاون الإقليمي والدولي. هذا العام المؤتمر أيضا تميز بمضامين الكلمة الافتتاحية التي تفضل بها صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي عبرت بكل أمانة عن صوت العقل والحكمة، وقدمت وجهة نظر متطورة في معالجة التحديات والقضايا والنزاعات وفق منظور حضاري وإنساني، ركز على حماية أرواح المدنيين والأبرياء في قطاع غزة، وركز كذلك على ضرورة وقف الحرب والتصعيد والعنف، وضرورة العمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة باعتبارها الأولوية القصوى الواجب اتخاذها والعمل بها من قبل المجتمع الدولي. نعم سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.